الصمود بدنيا علي مفقود راح عندك مفقود كرة خطيرة لنادي الجزيرة مفقود هم بالتأكيد لعب 32 ورقم 10 و7 لعبوا جيدا في هذه المباراة ولكن في نهاية المطاف نجحنا في العبور للمباراة النهائية. ما الذي افتقد إليه الفريق في هذه المباراة بالرغم يمكن أن نقول كان هناك سوء حظ في فرصة كريم على سبيل المثال هذا ما حدث كان لدينا العديد من الفرص كريم وكريستيانو كل اللاعبين كان لديهم فرص سانحة للتهديف كان لدينا العديد من الفرص للتسجيل ربما لا يمكن Thank you.
دقيقة 89 زياش مقلق يقول لك نجيبوا الاخرى ما عجبوش الحال نجيبوا الاخرى ديال فايز فيصل فزر على الكفرة مباشرة خد المنتخب المغربي لعب الكفرة لعب فيصل فيصل طاح الكرة في كانت 18 ومصطفى خرج لينا كوشيا وعبد المنتخب المغربي أمام منتخب جنوب أفريقيا بعد